أثناء سماع الأذان الأفضل أن تردد الأذان. حكاية الأذان تجمع بين خيرين، يعني تصلي في أول الوقت وتحافظ على حكاية الأذان. حكاية الأذان فيها أجر عظيم، وسؤال الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك حلت له شفاعتي. فهذا أجر عظيم لا ينبغي أن تفوته على نفسها، تنتظر بعد أن تكمل حكاية الأذان لها أن تصلي إذا أرادت.